فكيف تقوم الساعة؟ صاحب القرن اللي هو اسمه إسرافيل واضع البوق في فمه منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر هذه اللحظة، فينفخ الصور نفخة واحدة، صعقة، نفخة قوية، صوت، شفت البرق، شفت الصاعقة إذا نزلت مثلها، صوت رهيب جدا، كل من يسمعه يصعق مباشرة. يبدأ هذا الصوت، أول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيموت، يرتفع الصوت يا سيتبايعون يموتون، يرتفع الصوت يمر الصوت كذا يمشي مثل الريح السريعة، فلا يسمعه أحد إلا ويموت، ويبدأ الموت في الناس، يبدأ الموت، الصوت يمشي والناس تموت تموت تموت، البهائم تموت، الدواب تموت، البشر يموتون، والصوت يرتفع حتى يصل إلى السماء فتموت الملائكة، فإذا مات الملائكة اضطربت السماء، والصوت يرتفع والسماء تبدأ تمور، السماء مورا تبدأ تتقلب، تكون وردة كالدهان، النجوم تنكدر، الشمس والقمر يصطدمان، السماء كانت محجوبة، ثم تبدأ الشهب تنزل على الأرض والنيازك تخرج على الأرض، ثم بعد ذلك تتفجر الأرض، تتزلزل، تدك الأرض دكا دكا، وتتفجر الأرض ببراكينها، فتمشي البراكين إلى البحار فتسجر البحار، نار في السماء ونار في الأرض ونار في البحر، والناس تصيح ما لها ما لها، والصوت يمشي ويقتل، يمشي ويقتل، حتى إذا انتهى الصوت وإذا كل من في السماوات والأرض قد مات إلا من شاء الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض كلهم يموتون إلا من شاء الله. من هم؟ الله عز وجل ينادي ملك الموت، من بقي يا ملك الموت؟ فيقول بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الفقير، لم يبق إلا أربعة لم يموتوا. فيقول الله لملك الموت اقبض أرواحهم، فيموت جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم يسأل الله ملك الموت من بقي، فيقول لم يبق إلا عبدك الفقير، فيقول الله له مت، فيموت. فيطوي الله تبارك وتعالى السماوات السبع بضخامتها بيمينه والأراضين السبع بيمينه، ثم يرجفها ثلاث رجفات، ومع كل رجفة ينادي لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. وتنتهي بذلك الدنيا كلها، ولا يبقى إلا الله الحي قبل كل حي والحي بعد كل حي والحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى الواحد الأحد الملك. عندما تؤمن بهذه الحقيقة، أسألك سؤال مهم، ما قيمة هذا الملك في قلبك؟ هل أوامره معظمة في قلبك؟ هل نواهيه معظمة في قلبك؟ كل شيء هالك إلا وجه الله عز وجل، فهل عظمت الله في نفسك؟ الموت يأتي بغتة، فهل نحن يا إخوة مستعدون لهذا الموقف؟ يا إخوان، أنا لم أذكر لكم قصص من التاريخ، أنا ذكرت لكم حقائق. ولذلك كان دائما حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يا إخوة، عندما نتصور أن هناك يوم سنقف فيه بين يدي الله حفاة عراة غرلة، والله إننا نتعلق بالله ونرجو ما عند الله. ربنا يا إخوة رحيم كريم، ما نزل الله كل ليلة في الثلث الأخير ليسمع دعاءنا إلا أنه يريد أن يرحمنا، وما بسط يديه بالتوبة للمعاصين في الليل والنهار إلا أنه يريد أن يرحمنا، وما فتح الله أبوابه للسائلين إلا أنه يريد أن يرحمنا، وما فرح الله بتوباتنا إلا أنه يريد أن يرحمنا، وما ضاعف الله من حسناتنا إلا أنه يريد أن يرحمنا. فلنبادر إلى الله يا إخوة ولا نتأخر، لا نأتي يوم القيامة حسناتنا قليلة. أصحاب الأعراف
هم الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم يحبسون يحبسون لا يذهبون إلى الجنة ولا إلى النار، ينظرون إلى الجنة فيتمنون أن يدخلونها وهم يطمعون يتمنون ذلك لكن ما يستطيعون. لماذا؟ صار عندهم مليون حسنة ومليون سيئة. يعني يمكن لو قال سبحان الله بس واحدة زاد دخل الجنة، يمكن لو تصدق ذاك اليوم بريال دخل الجنة. شفت الحسنة البسيطة ذي اللي احنا نحتقرها، يمكن خطوة زادها للمسجد، مو بالعادة يجي مثلا 100 خطوة زاد خطوة 101 دخل الجنة. فلا تحتقر الحسنة، ابحث عنها. يوم القيامة زادك الذي ينفعك بعد رحمة الله عز وجل هو حسناتك أعمالك الصالحة. يوم القيامة يا أحبابي سنقف نوزع حسناتنا على الناس، كم شخص اغتبناه، كم شخص تعاملنا معه وأخطأنا في حقه. أنا أنسى وأنت تنسى، الله لا ينسى. ولذلك كثر حسناتك وأكثر من أعمالك الصالحة حتى إذا أتيت يوم القيامة وإذا معك زاد يكفيك، لا تأتي كذلك الخاسر المفلس الذي يوزع حسناته على الناس. أسأل الله يا أحبابي أن يعيننا على ما يرضيه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا هو ما هو أمامنا يوم القيامة، فأسأل المولى جل جلاله أن يثبتنا على دينه. اللهم يا حي يا قيوم أتوسل لك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن تجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك، وأن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وأن تهدينا الصراط المستقيم، وأن تردنا إليك ردا جميلا. أسأل الله يا أخواني أن يجزيكم خير الجزاء. هازم، هنا نرى أثر الإيمان في حياتك. هذا المطلوب، ليس المطلوب أن تعرف القصة، المطلوب أن تعرف أنه ليس هناك ملك إلا ملك الله. إذن أنا وأنت عبيد لله، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه.